في كل يوم نعيشه تصاحبنا فيه ذكريات وأحداث، منها ما يضحكنا ومنها ما يبكينا، ومنها أيضا ما يخدعنا ويغشي أعيننا عن الحقيقة. لا تمر لحظة دون أحداث تتبعها أخبار ثم تلحقها شائعات، فتأتي المعضلة والتساؤل الأهم: أين الحقيقة؟ في قناة أسرار ومعلومات لا ندعي امتلاك الحقيقة، لكننا لا ندخر جهدا في البحث عنها، فنطالع المواقع الإخبارية الموثوقة عربيا وعالميا، ونقرأ عشرات الأخبار والتقارير والمنشورات في رحلة طويلة للبحث عن مصداقية الخبر. قد نصيب وقد نخطئ، نتلقى الإشادة بسعادة ونستقبل النقد بترحاب، وتصيبنا الإهانة بسوء، لكننا في النهاية نظل على طريق الاجتهاد سائرين، لأن لكل مجتهد نصيب. وقد أتانا نصيبنا بفضل من الله ثم دعمكم، ووصلنا إلى 100,000 مشترك. نشكر كل من ساندنا، ونحترم كل من انتقدنا، ونسامح كل من أهاننا، وفي النهاية نذكر أنفسنا بوعد قد قطعناه وفاء لكم، بأن نسعى دائما لتقديم الأفضل إن شاء الله.